صباح الفل يا ام صوم، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامل ايه يا ريس؟ الحمد لله بخير والله. الله يخليك يا ام عصام، كنت عايز حضرتك تعلمني عن المكنه عشان اتعلم عن المكنه وشو الدنيا. انا يا حاضر، بكره ان شاء الله تعالى عد عليا بكره باذن الله، مش هتاخر عليك، اعلمك اللي انت عايز عنك باذن الله. حضرتك جيت لك امبارح قلت له بكره. يا عم انا قلت لك عد عليا بكره، وبكره اكون فاضي ان شاء الله، ان انت مش هتاخر عنك حاجه. عد عليا بكره ان شاء الله باذن الله، اعلمك اللي انت عايزه. عايز نعلم، عايز اخد خبرتي بتاعتي بقى لي 25 سنه، مين كان علمني ولا سال فيا ولا عبرني؟ عايز اخد خبرتي في دقيقتين ويمشي. ازيك يا عم عصام؟ الحمد لله. مالك مهموم كده ليه يا عم عصام؟ والله البنت الصغيره جايبه درجات وحشه، مزعلاني في الدرجات بتاعتها في الترم، مع اني مش ماخر عنها كل حاجه يعني، دروس بديها والاعزاء بديها، مش طالعه شاطره زي اخواتها يعني. ده اللي مضايقني ومزعلني والله. ربنا يعدلها لها ويفرحك بنجاحها يا مصطفى. بس بقول لك ايه، يعني من باب دكاتره العلم علم ناجي على المكنه، لانه عايز يتعلم على المكنه دي وانت مش عايز تعلمه ليه؟ علمه يا عم، هتقول لي ان شاء الله باذن الله علمه يا عم، هي وقت يجي وانا اعلمه، مش هتاخر عنه والله. تعالى ناجي يا عم ناجي، عايز تعلم المكنه دي؟ انا يا باشا تؤمرني. حاضر، تعلم النهارده ان شاء الله، تبدا من النهارده ولا ايه؟ انا يا بتؤمرني يا عم. مفيش حد بينجح لوحده، اشتغل وانجح وساعد اللي شغالين معاك هم كمان يتعلموا وينجحوا. زكاة العلم من اهم انواع الزكاة، وزكاة علمك في نشره وعدم كتمانه. علم غيرك وخليك مهتم ان انت كمان على طول تتعلم كل جديد. مصنعك بيتك.